من هم الأسباط؟ الأسباط هم طوائف بني إسرائيل، أحفاد سيدنا يعقوب ابن إسحاق عليهم السلام. يصل عددهم إلى 12 سبطا، 10 منهم أحفاد سيدنا يعقوب، وهم روبين وشمعون ويهوذا ويساكار، زبولون، بنيامين، ودان، نفتالي، وجد وشير. وهناك 2 منهم أبناء سيدنا يوسف عليه السلام، منشي وإفرائيم. وقد كان أكثر ما عرف عن الأسباط الإيمان القوي بالله تعالى والصلاح، ورد ذكرهم في القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كلمة أسباط هي جمع ومفردها سبط، وتعني لغة ولد الإبنة، وفي حين يقابلها الحفيد وهو ولد الإبن. كما أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ينادي الحسن والحسين أبناء السيدة فاطمة الزهراء بالسبطين. حسب ما ورد في التاريخ، أن الأسباط في فترة حياة سيدنا سليمان كانوا يعيشون معا تحت ظل حكومة واحدة وموحدة على الأراضي المقدسة. وبعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام، تم تقسيم الأراضي المقدسة إلى قسمين، وقسمت الحكومة إلى قسمين، إلى حكومتين. الحكومة الأولى يحكمها أسباط سيدنا يعقوب العشرة، وأطلقوا على دولتهم اسم يهوذا. والحكومة الأخرى يحكمها أبناء سيدنا يوسف عليه السلام، وأطلقوا على دولتهم اسم مملكة إسرائيل. مع مرور الزمن كبرت ذرية الأسباط، وأصبحت قبائل كثيرة وشعوبا عديدة. سكن الأسباط العشرة أحفاد سيدنا يعقوب عليه السلام في المنطقة الجنوبية، وسموا بالأسباط المفقودة أو الأسباط الضائعة، في حين سكن أسباط بني أبناء سيدنا يوسف في المنطقة الشمالية. كانت تطلق كلمة السبط على اليد اليمنى، وكلمة الحفيد على اليد اليمنى، اليد اليسرى عفوا. عند العلماء، اليد اليمنى هي اليد التي يعتمد عليها الإنسان في حياته اليومية أكثر من اليسرى، كما أن الجد يعتمد على أبنائه وأبناء أبنائه أكثر من أبناء بناته. لذا تم الربط لغة بين اليد اليمنى والحفيد، واليد اليسرى والسبط. يروي لنا التاريخ بوجود باب في القدس يطلق عليه اسم باب الأسباط. يقع باب الأسباط في الحائط الشرقي للقدس، إذ يعود تاريخه إلى عهد السلطان سليمان القانوني. ومع مرور الزمن أطلقت على باب الأسباط أسماء أخرى، مثل باب القديس أسطيفان وباب الأسود، لوجود تمثالين باب الأسود عفوا لوجود تمثالين لأسدين موضوعين على جانبي المدخل.